الدوميننت اند ريسيسيف تريت. دوميننت تريت يعني ايه؟ كلمه دوميننت تريت بالعربي يعني الصفه السائده القويه، الصفه السائده اللي ايه؟ القويه اللي بيظهر التاثير بتاعها، اسمها مش انا دعاء دوميننت. ماشي يا دعاء، تمام، اسمها دوميننت تريت. اسمها ايه؟ دوميننت دومينانت تريت. دوميننت تريت اسمها ايه؟ دوميننت تريت. طيب دوميننت تريت، اقفلوا المايك لو سمحتوا طول الحصه، ما حدش يفتح المايك خالص، بنكرر الكلمات واحنا قافلين الايه؟ واحنا قافلين المايك، تمام؟ كلمه دوميننت تريت يعني الصفه السائده القويه، دي عباره عن جيناتيك فاكتور، عامل وراثي ذات بلوك انذر جيناتيك فاكتور، بيمنع التاثير الوراثي بتاع عامل ايه تاني. اي صفه عندي في عاملين بيتحكموا فيها، بيتحكم فيها تو فاكتورز، عاملين. العامل ده يا اما يكون الاثنين دوميننت قويين، يا اما يكون واحد دوميننت وواحد ريسيسيف، يا اما يكون الاثنين ايه؟ ريسيسيف. طيب دلوقتي انا عندي العاملين دول، الدوميننت فاكتور عباره عن جيناتيك فاكتور، هو عامل ذات بلوك بيمنع او بيخفي انذر جيناتيك فاكتور، بيمنع التاثير الثاني، بيمنع ظهور التاثير الايه؟ العامل الثاني. على سبيل المثال انا لما خدت البي بلانت نبات البازلاء، الصفه بتاعتي كانت ايه؟ كانت الفلاور كلر، لون الزهره، كانت الفلاور ايه؟ الفلاور كلر، لون الايه؟ لون الزهره. فانا لما قلت الفلاور كلر كان عندي منها لونين، عندي اللون البيربل واللون الايه؟ الوايت. مين كان الدوميننت؟ مين كان السائد فيهم؟ بيربل. البيربل هو الدوميننت تريت، البيربل هو الدوميننت تريت يعني الصفه القويه، يعني لو اجتمع البيربل والابيض مع بعض في نبات واحد بنلاقي يظهر على الزهره اللون البيربل. ليه؟ لان البيربل هو الايه؟ هو الاقوى، البيربل هو الايه؟ الدوميننت تريت. يبقى دوميننت تريت such as purple pea plant، اسمه ايه؟ purple pea plant is observed when offspring have either one or two dominant factor. امتى الاقي لون الزهره عندي بيربل؟ امتى يبقى لون الزهره عندي بيربل؟ لما يكون العاملين دولت دوميننت او واحد فيهم دوميننت. يعني مثلا انا برمز للون الزهره او للون البيربل بايه؟ كبت. ايه كابتل. امتى الزهره اللي عندي تكون بيربل؟ لما تكون ايه كابتل، ايه كابتل، تمام، او ايه كابتل، ايه اسمه كابتل، او ايه كابتل إيه اسمه، او ايه كابتل ايه اسمه. يبقى انا عندي الدوميننت تريت ديت دايما برمز لها بالحرف الكابتل، دايما برمز لها بالحرف الايه؟ الكابتل، تمام. طيب ايه كابيتال، ايه كابيتال، يبقى كده الاثنين ايه؟ الاثنين دوميننت، الاثنين ايه؟ دوميننت. الاثنين فاكتور اللي عندي ده فاكتور وده فاكتور، الاثنين فاكتور اللي عندي كابيتال، يبقى الاثنين فاكتور ايه؟ دوميننت، الاثنين فاكتور ايه؟ دوميننت. يبقى الصفه ديت هنا ايه؟ بيربل. الصفه دي في الوقت ده ايه؟ بيربل. طب تعالوا هنا، واحد كابيتال واحد سمول، مين اللي تاثيره بيكون اقوى، الكابيتال ولا السمول؟ الكابتن الكابيتال، لان هو دوميننت، لان هو القوي، تمام. فيبدا يظهر هنا، يظهر عند البيربل ولا الوايت؟ البيربل. بيربل ليه هيظهر بيربل البيربل؟ لان هو انا برمز له برمز الايه؟ كابيتال. الناس اللي ما فهمتش تستنى معايا هعيد تاني. في عندي حاجه اسمها ريسيسيف تريت، حاجه اسمها ايه؟ ريسيسيف تريت. كلمه ريسيسيف تريت بالعربي كرروا معايا، اسمها ريسيسيف تريت. اسمها ايه؟ السيف تريت السيف ريسيسيف تريت تريت بالعربي يعني الصفه المتنحيه، يعني الصفه الايه؟ المتنحيه او الضعيفه، بنقول عليها الصفه المتنحيه او الايه؟ الضعيفه، بقول عليها ريسيسيف تريت، بقول عليها ايه؟ ريسيسيف تريت. طب هي عباره عن جيناتيك فاكتور، عامل وراثي ذات بلوك by the presence of dominant factor، هو عبارة عن عامل وراثي بلوك. البلوك دي يعني ايه؟ تأثيره مش بيظهر، تأثيره مش ايه؟ مش بيظهر. by presence، بوجود الدوميننت فاكتور، وجود الدوميننت ايه؟ فاكتور، يعني العامل الأساسي أو العامل القوي. يبقى الريسيسيف تريت عبارة عن جيناتيك فاكتور، هو عامل وراثي
تمام، بس تأثيره ما بيظهرش. ليه مش بيظهر؟ ايه اللي بيخلي تأثيره مش بيظهر؟ الدوميننت ايه؟ الدوميننت فاكتور اللي موجود معاه مش بيخلي تأثيره ايه يظهر. على سبيل المثال لما قلت لكم ايه كابيتال ايه سمول، الزهرة دي هيبقى لونها بيربل ولا وايت؟ ايه كابيتال ايه سمول، دي هتبقى بيربل ولا وايت؟ ما هو الايه بيربل كابيتال، الايه كابيتال بيربل ده بيرمز للبيربل والايه سمول ده بيرمز للوايت، يبقى دي ايه كابيتال ايه سمول، هتبقى بيربل ولا وايت؟ بيربل بيربل تمام، هيبقى لونه ايه؟ بيربل. هيبقى لونه ايه؟ بيربل. الامهات اللي بعتت لي بتقول لي انت لسه بتشرحي الدرس الاول، هو الدرس الاول ما خلصش. لو انتوا عايزين اراجعوا من اجيب لكم فايل مختصر وراجعوا منه مفيش مشكله. تمام يا بنات، شوفوا انتوا عايزين ايه، اجيب فايل مختصر دلوقتي واقفل ده ولا نكمل من ده؟ لا 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 نكمل في هذا. طيب شوفوا انتوا عايزين ايه وانتوا عرفوني. الايه كابيتال ده دوميننت والايه سمول ده ريسيسيف. فالايه كابيتال هنا التاثير بتاعه بيكون ايه قوي، الايه سمول بقى ده الجيناتيك فاكتور، ده الريسيسيف، التاثير بتاعه حصل له بلوك، التاثير بتاعه ما عادش ظاهر، اللون الابيض او الوايت كولر ما عادش ظاهر. ليه ما عادش ظاهر؟ لان موجود عندي فاكتور ايه دوميننت، موجود عندي فاكتور ايه دوميننت، يبقى دي اسمها ريسيسيف تريت، اسمها ريسيسيف ايه تريت. اللون الابيض هنا يبقى في البيبلانت في لون الزهره، اللون البيربل بيكون دوميننت واللون الابيض بيكون ريسيسيف. such as a white bee plant it observed only when two recessive genetic factor are present in of a in offspring. عندي عاملين او اتنين genetic factor بيجدوا في الايه في الاوفسبرينج. طيب يبقى انا اعرف من هنا حاجتين، اعرف ان انا عندي نوعين من الصفه، يا اما ان تكون دوميننت صفه قويه سائده، يا اما ان تكون ريسيسيف صفه ضعيفه متنحيه. الدوميننت دي عباره عن genetic factor ذات بلوك انذر جيناتيك فاكتور، هي عباره عن جيناتيك فاكتور يعني عامل وراثي بلوك بيمنع او بيحجب التاثير بتاع العامل الايه الثاني، وده بنرمز لها بالرمز الايه الكابيتال، دايما الليترز بتاعها او الحرف بيكون كابيتال. الريسيسيف تريت دي جيناتيك فاكتورز عامل وراثي ذات از بلوكد باي ذا بريزنس اوف دوميننت فاكتور، التاثير بتاعه مش بيظهر نتيجه لوجود الدوميننت ايه فاكتور، بقول عليه ريسيسيف تريت، بقول عليه ايه ريسيسيف تريت. وخدنا مثال عليه الايه الوايت بي بلانت، تمام، وقلنا بنرمز له بالحرف الايه سمول، بالرمز الايه سمول. تعالوا هنا عندي حاجه اسمها هايبريد كروس. يعني ايه هايبريد؟ احنا خدنا كلمه هايبريد الحصه اللي فاتت وقلت لكم كلمه مهمه، يعني ايه هايبريد؟ مين فاكر معناها؟ هايبريد يعني هجين، يعني ايه هجين؟ هايبريد يعني نوت ايه نوت ترو بريدنج، نوت ترو ايه بريدنج، بيكون هايبريد يعني خليط، هايبريد يعني بيكون مثلا الفازر بيربل والمازر ايه وايت، تمام، بينتج لي الاوف سبرينج او الابناء ايه هايبريد. طيب انا دلوقتي عندي زهرتين بيربل، زهرتين ايه بيربل، بس الاثنين هايبريد، الاثنين ايه هجين، يعني واحده نصها ابيض واحده نصها بيربل، ودي نصها ابيض ودي نصها بيربل، بس اللون الابيض او الوايت كولر نوت ابير، اللون الابيض مش ظاهر لان اللون الابيض ريسيسيف، فاللون البيربل مغطى عليه. فلما نعمله للاثنين هايبريد مع بعض تزاوج ينتج عندي نسبه اكبر من البيربل ونسبه اقل من الايه الوايت. من البيربل ظهر عندي 705 ومن الوايت 224، لما اقسمهم على بعض بتكون النسبة 3 لايه؟ لواحد. يبقى انا لما بعمل تزاوج بين الاباء والاباء بيكونوا هايبريد، كل المربع ده بيتكلم على الموضوع ده، ان انا لما بعمل تزاوج او كروس للاباء سواء كان فلاور سواء كان بيربل او يلو او راوند او سموث، كل دول هايبريد، كل دول ايه؟ هايبريد يعني خليط. فبينتج عن كده ايه؟ بينتج عن كده ان نسبة الابناء او الاوف سبرينج بتكون 3 لايه لواحد، بتكون 3 لايه لواحد لواحد، تمام، بتكون مثلا عندي 3 بيربل ل1 ايه وايت.
طيب هنا يلو مع يلو، السيد لون البذور اصفر، فانا لقحت بذور صفراء مع بذور صفراء، بس الاثنين ايه؟ هايبريد ولا ترو بريدنج؟ الاثنين هايبريد، الاثنين ايه؟ هايبريد، تمام؟ فنتج عندي ايه؟ نتج عندي 6022، 6.022 يعني 3 يلو، وكام جرين؟ 2.001 يعني 1 جرين. يبقى انا لما بلقح اباء يلو مع يلو، لما بيكون الفازر او البيرنت يلو، بينتج عندي ايه؟ بينتج عندي نفس الموضوع، البيرسنت او الريشيو عندي، النسبة عندي بتكون 3 لواحد، 3 لايه لواحد. ليه ظهر من اليولو 3 وليه ظهر من الجرين 1؟ لان اليولو ده هو الدوميننت، هو القوي، هو المسيطر، فبيظهر منه ايه 3 زي البيربل كده. وده كده كل دول كده بقول عليهم دوميننت تريت، دوميننت تريت يعني صفات سائدة او صفات قوية، فبينتج من كل واحد منهم ايه 3، كل واحد منهم بينتج منه كام؟ 3 في التزاوج، تمام 3. وهنا كلك 1، لان دول كلك بقول عليهم ريسيسيف تريت، بقول عليهم ايه؟ ريسيسيف تريت. يعني ايه ريسيسيف تريت؟ يعني صفات ضعيفه او صفات متنحيه، او صفات ايه؟ متنحيه. طيب الجدول ده ممكن يجي لنا سؤال فيه رايتنج يجيبه لنا واحنا نكمل الايه؟ النسب دي، فاحنا بناخد الرقم الكبير ده على الرقم الايه؟ الصغير، ونقسمهم كده ونطلع النسبه مثلا ايه؟ هنا 3.14 ل1 يعني 3 ل1 بالتقريب، وهنا برضو 3 ل1، وهنا 3 برضو ل1، وايه وهكذا، تمام. يبقى انا بعمل الكاركتر اوف ان الجدول ده بيدللي او بيديني نتيجه للتزاوج بتاع الهايبريد، الاباء اللي هم ايه؟ هايبريد اللي هم هجين نوت ترو ايه بريدنج. السيت كلر لون البذره ايه؟ هنا الفلاور كلر بيربل وايت، قلنا البيربل ده دوميننت، الوايت ده ايه؟ ريسيسيف، تمام. السيت كلر لون البذره، قلنا لون البذره هنا ايه؟ يلو، هنا جرين، قلنا السيت شيب شكل البذره هنا راوند مدور، هنا ايه؟ رينكلد مجعد. البودي شيب هنا سموث وهنا بامبي. What is the difference between dominant trait and recessive trait؟ قول لي الفرق بين الدوميننت تريت والريسيسيف ايه تريت. الدوميننت تريت قلت لكم دايما برمز لها بالليتر ايه، بيكون كابيتال، الليترز بتاعها بتكون ايه كابيتال، ايا كان الحرف اللي انت تختاره بيكون صح، بس دايما بيكون ايه كابيتال. طب الريسيسيف تريت بيكون ايه سمول، بيكون ايه سمول. Different dominant trait observed in offspring if it has one or two dominant factors. امتى الاحظ الدوميننت تريت؟ امتى الدوميننت تريت دي تظهر تاثيرها على الصفه بتاعتي؟ لو انا الصفه اللي عندي الاثنين جين اللي عندي الاثنين كبت، كده هتظهر الصفه، هتكون الزهره ايه؟ بيربل. لو بنتكلم على الزهره هتكون ايه؟ بيربل. يبقى كده الصفه، يبقى كده الصفة الايه؟ يبقى كده الصفة السائدة او الدوميننت ظهرت. طب انا لو عندي ايه كابيتال ايه سمول، هيبقى لونها ايه بيربل ولا وايت؟ ايه كابيتال ايه سمول ده هتبقى بيربل ولا وايت؟ حد يرد عليا، ايه كابيتال ايه سمول هتبقى بيربل ولا وايت؟ وايت بيربل. وايت وايت مين بيقول لي وايت؟ هاربس بيربل. هاربس وايت بص يا بيربل حارس، بص يا حارس، هي هتبقى بيربل. ليه بيربل يا حارس؟ عشان شايف في حرف كابيتال اهو، الكابيتال ده بيشير للايه؟ للون البيربل، وهو دوميننت، وهو ايه؟ دوميننت. فدي كده هتكون ايه يا حارس؟ الايه كابيتال ايه سمول هتكون ايه؟ هتكون بيربل، هتكون ايه؟ بيربل بيربل، بيربل ايه كابل بيربل. يبقى انا لما يبقى عندي ايه كابيتال ايه كابيتال، يبقى امتى الصفه الدوميننت تظهر يا اولاد؟ امتى الصفه الدوميننت تظهر في الاولاد او في الاوفيس برينج؟
if it has one or two dominant factor، لو انت الصفة عندك فيها عاملين dominant او عامل واحد ايه dominant. شايفين اللون البنفسجي او البيربل ظهر هنا ازاي؟ عشان عندي two factor، عشان عندي two ايه factor، عندي عاملين، انما هنا عندي factor ايه، factor واحد. يبقى الدوميننت لما يكون موجود، سواء كان موجود منه 1 او موجود منه 2 فاكتورز، بيظهر عند البيربل ايه كلر او بيظهر عند الدوميننت تريت. يبقى الدوميننت تريت اوبزيرفت ان اوفيس برينج، الدوميننت تريت الصفه السائده بشوفها في الاوفيس برينج في الابناء، اف ات هاز 1 اور 2 دوميننت فاكتور، لو هي بتحتاج 1 او 2 دوميننت فاكتور، بتحتاج عامل واحد او ايه فيها عامل واحد او عاملين دوميننت بتظهر فيها الصفه. طب الريسيسيف تريت، امتى تظهر الريسيسيف تريت عندي؟ It is never observed if any dominant factor are present. الريسيسيف تريت ديت، الريسيسيف تريت، اقفلوا المايك، اقفلوا المايك. الريسيسيف تريت ديت صفة ضعيفة، الريسيسيف تريت دي ايه؟ صفة ضعيفة، بتخاف من الدوميننت، بتخاف من ايه؟ من الدوميننت. طول ما الدوميننت موجوده الريسيسيف تريت دي مش بتظهر خالص، طول ما الدوميننت موجوده الريسيسيف تريت دي بتكون موجوده زي قلتها، مش بتتكلم ولا بتعمل اي حاجه. طب امتى تظهر الريسيسيف تريت؟ يبقى طول ما الدوميننت تريت موجوده الريسيسيف تريت ملهاش اي تاثير، يبقى الريسيسيف تريت از نيفر اوبزيرفد، مش بقدر الاحظها if any dominant factor are present. طب a dominant factor، الدوميننت فاكتور بلوك اكسبريشن اوف ريسيسيف فاكتور، يعني الدوميننت فاكتور اهو، الدوميننت فاكتور اهو، يجي يقف جنبه مين؟ الريسيسيف، يقول له انت جاي ليه؟ مش انت عارف ان انا اقوى منك وان انا تاثيري اقوى منك؟ خلاص انت تاثيرك مش هيظهر خالص، انا اللي تاثيري هيظهر، انت هتقف كده ولا كانك موجود. يبقى الدوميننت فاكتور لما بيبقى موجود بيعمل بلوك، بيمنع التأثير بتاع الريسيسيف، الريسيسيف مش بيظهر له أي تأثير. طب إمتى الريسيسيف يظهر تأثيره؟ إمتى لون الزهرة تبقى وايت؟ يعني أنت قلت لي يا ميس إن إيه كابتال إيه سمول ديت بيربل، وإيه كابتال وإيه كابتال إيه كابتال بيربل، لأن الاتنين فيهم دوميننت. طب أنا عايزة واحدة بيضة وايت، أعمل إيه؟ هيكون تركيبها أو الجينوتايب بتاعها إيه سمول؟ إيه ايه سمول؟ اسمه؟ هيكون تركيبها إيه؟ ايه سمول، ايه سمول. يبقى اسمه الريسيسيف، اسمه يبقى الريسيسيف تريت، الريسيسيف تريت او الريسيسيف فاكتور تاثيره بيبان لما يقف مع واحد ضعيف زيه، يقف مع واحد سمول زيه، ما يروحش يقف مع واحد كابتل اقوى منه، لا يقف مع واحد سمول زيه بالظبط. في الوقت ده بتكون ايه؟ بيكون ريسيسيف، بيكون ايه؟ ريسيسيف ريسيسيف بيكون ريسيسيف، بيكون ايه؟ ريسيسيف، بنقولوا عليها ريسيسيف تريت، بنقولوا عليها ايه؟ ريسيسيف تريت ريسيسيف تريت، تمام؟ عرفتوا الفرق بينهم؟ ايوه مس تمام. Mending conclude that عندي two factor control each trait، كل صفة بيتحكم فيها كام فاكتور؟ two factors، عاملين، بكل صفة عندي بيتحكم فيها عاملين. يعني مثلا الاي كولرز، لون عيني بيتحكم فيه عاملين، لون شعري الهير كولرز بيتحكم فيه two factors، عاملين، واحد dominant وواحد recessive، او الاثنين dominant او الاثنين ايه recessive. يبقى اي تريت عندي بيتحكم فيها كام فاكتور يا شباب؟ two factors، بيتحكم فيها كام factors؟ two factors. He also concludes that they can be dominant or recessive. الفاكتور دي ممكن تكون ايه؟ dominant وممكن تكون ايه؟ recessive. الفاكتورز دي ممكن تكون ايه؟ dominant دوميننت وريسيسيف وممكن تكون ايه؟ recessive. طيب one factors، تمام؟ one factor come from ايه؟ the x.
وان فاكتور كام فروم ايه؟ اكسل. اكسل. عند عامل واحد بيجي من الايه؟ من الاكسل. اند وان فاكتور كام فروم ايه؟ سبريم سيل. فيرمسل. سبريم لو سيل. سمحتوا مش عايزه مايك خالص، اقفلوا المايك. الاثنين فاكتور دول عندي حاجه اسمها ايج وحاجه اسمها سبيرم. الايج ديت بتاعت الفيميل الانثى، والسبيرم ده بتاع الميل الذكر. فكل واحد فيهم بيدينا عامل، ده بيديني فاكتور وده بيديني ايه؟ فاكتور. تمام؟ يبقى وان فاكتور كام فروم ايج، في عامل بيجي من الايجز البيضه او من من المذر الام، والعامل الثاني بيجي من السبيرم. الفاكتور الثاني بيجي من الايه؟ من السبيرم سيل. What are these factors? How are they passed from parent to of spring? الجزء ده مش موجود عندكم في الكتاب، اشرحه لكم سريعا ولا نعديه؟ هو مش في الكتاب، عدى عليكم في ألف. يلا ردوا عليا. الله. لا لا ما خدتوش في لسه. ايوه المدرسة؟ هي لسه مش هو في سيوحة المدرسة. في ألف اتشرح لكم في موجود المدرسة ولا عديه عشان الوقت؟ شرحته مس ومش شرحته شرحت لكم؟ خلاص خلاص، يبقى طالما حد خده يبقى هنشرح. ركزوا معايا بقى. عندي حاجة اسمها سيل، طبعا كلنا عارفين السيل اللي هي الايه؟ الخلية. سيل اللي هي الايه؟ الخلية. inside each cell is ايه؟ جوه كل خلية في بتهز ايه؟ نيوكلاس. جوه كل خلية في ايه؟ نيوكليس. نيوكلاس اللي هي النواة. النيوكلاس دي بتحتوي على ايه؟ على كروموسوم. بتحتوي على ايه؟ اللي انا برسمها جوه دي، اللي هي دي اسمها ايه؟ كروموسوم. اسمها ايه؟ كروموسوم. طيب ايه فايدة الكروموسوم؟ الكروموسوم ده بيعمل لي ايه؟ الكروموسوم ده بيحتوي على الجيناتيك انفورميشن. بيحتوي على ايه؟ الجيناتيك انفورميشن. الكروموسوم جواه الايه؟ الجيناتيك انفورميشن. الجيناتيك انفورميشن اللي هي المعلومات الوراثية. المعلومات الايه؟ الوراثية. يبقى انا عندي حاجة اسمها كروموسوم زي ما احنا شايفينه بالشكل ده. الكروموسوم جوه النيوكلس، موجود داخل النيوكلس، عليه جيناتيك انفورميشن يعني المعلومات الوراثيه، ذات كنترول تريت اللي بتتحكم في الصفات بتاعتي، بتقول لي انا لوني ايه، لون شعري ايه، لون عيني ايه، طولي ايه، وهكذا. What Mendel called the factor are part of chromosome. We know them as gene. مش انا قلت لكم ان اي صفه بيتحكم فيها two factors؟ لسه قايلين الكلام ده دلوقتي؟ قلت لكم اي صفه بيتحكم فيها عاملين؟ ردوا عليا، مش لسه قايلين الكلام ده؟ يبقى العاملين دول او التو فاكتور دول بنقول عليهم ايه؟ جين. بنقول عليهم ايه؟ جين. جين. جين بنقول عليهم جين. هنشرح الجينات دي، هنشرحها دلوقتي. طيب احنا نعرف ايه من القطعه دي؟ نعرف ان عندي جوه جسم الانسان كل جسمنا بيتكون من ملايين الخلايا. كل خلية جواها حاجة اسمها نيوكلاس. اسمها ايه؟ نيوكلاس. كل نيوكلاس جواها حاجة اسمها كروموسوم زي ما احنا شايفين شكله كده، بيبقى شكله كده. لما تيجوا ترسموه ارسموه بالشكل ده. الكروموسوم ده ايه؟ عبارة عن ايه الكروموسوم ده؟ الكروموسوم بيتحمل عليه الجيناتيك انفورميشن، المعلومات الوراثية بتاعتي. بيتحمل عليه الجيناتيك ايه؟ انفورميشن، المعلومات الوراثية. المعلومات الايه؟ الوراثية. طب الكروموسوم ده زي ما احنا شايفينه كده، ده عبارة عن ايه؟ بيتكون من ايه الكروموسوم؟ الكروموسوم قلنا عليه اللي انا برسمه ده اسمه جين. اسمه ايه؟ جين. الجين ده عليه الجيناتيك انفورميشن، المعلومات الوراثية. يعني ايه برضو ما قلتلناش الجين ده بيتكون من ايه؟ ايه تركيبه؟ تركيب الجين حاجة اسمها دي ان ايه. حاجة اسمها ايه؟ دي ان ايه. الجين ده بيتكون من مادة، المادة دي اسمها جي ان دي ان ايه. يعني ايه دي ان ايه؟ الدي ان ايه ده بيتكون من حاجات اسمها نيوكلوتايد. نيوكلو ايه؟ تايد. يعني ايه؟ اي بيت لنا، البيت بتاعنا بيتكون من ايه؟
من طوبة، صح؟ مش البيت بتاعي وبتاعك كلنا بيتكون من طوبة، بنحط طوبة جنب طوبة كده لحد ما يبقى بيت كبير. النيوكليوتايد ديت هي الطوبة، هي البلوك، هي الأساس اللي بيبني الدي إن إيه. النيوكليوتايد تتجمع مع بعضها، تمام؟ مش بتتجمع عشوائي، لها طريقة معينة وحاجات معينة، يعني إيه؟ علم لوحده، تمام؟ النيوكليوتايد ديت بتتجمع مع بعضها، هي وحدة الأساس اللي بتكون لي الدي ان ايه. هي النيوكليوتايد دي تتجمع وتكون لي الدي ان ايه. الجين بقى عباره عن قطع من الدي ان ايه. الجين بيتكون من ايه؟ من الدي ان ايه. يبقى انا عندي خليه اسمها سيل، تمام؟ السيل اللي جواها ايه؟ نيوكلاس. النيوكلاس بتحتوي على ايه؟ كروموسوم. الكروموسوم ده بيكون موجود عليه جين، بيكون موجود عليه ايه؟ جين. كروموسوم عليه ايه؟ جين. طيب الجين ده بيتكون من ايه؟ من دي ان ايه. من دي ان ايه. ايه قلنا دي ان ايه عبارة عن ايه؟ الدي ان ايه بيتكون جينيتك من أو نيوكليوتايد. الدي ان ايه بيتكون ايه؟ نيوكليوتايد. من ايه؟ نيوكليوتايد. اتش سيل ان ذا ان اوف سبرينج كونتين كروموسوم. كل خليه من الاوف سبرينج من الابناء بتحتوي على ايه؟ كروموسوم فروم بوث بيرنت. ثواني بس اشرب. كل خليه او كل اوف سبرينج ابناء، كل خليه في جسمنا بناخد كروموسوم. احنا بنشبه ابائنا ليه؟ ليه كلنا بنشبه ابائنا؟ لان احنا بناخد كروموسومات من ابائنا، باخد منه الكروموسوم ده، والكروموسوم ده عليه المعلومات الوراثيه. يعني انا خدت من بابايا الكروموسوم اللي عليه لون الشعر مثلا الاسود، يبقى انا شعري اسود. خدت من مامتي الكروموسوم اللي عليه لون العين الاخضر، يبقى انا عيني خضراء، تمام؟ يبقى الكروموسوم ده، تمام، بيحمل الجيناتيك انفورميشن. الجيناتيك انفورميشن اللي هي المعلومات الوراثيه من الابناء، وقلت لكم كلمه اوف سبرينج يعني الابناء، بيحمل المعلومات الوراثيه من الاباء وياخدها ينقلها للايه؟ للابناء. الكروموسوم بيبقى فيه حاجه اسمها جيناتيك انفورميشن، اهي الكلمات جيناتيك انفورميشن، عليه الجيناتيك انفورميشن المعلومات الوراثيه، وينقلها من الآباء للأبناء. ذا كروموسوم، بصوا دي معلومة برضو مهمة وبيجي فيها أسئلة، دايما الكروموسوم ده موجود في صورة بير، في صورة أزواج، استحالة يوجد واحد لوحده، دايما زي ما احنا شايفين كده موجود في صورة بير أزواج. ليه أزواج؟ لأن احنا بناخد واحد من الأم وواحد من الأب، فدايما الكروموسوم exist in بير. one chromosome from each a parent. كل كروموسوم من ايه؟ من بيرنت مختلف. كل كروموسوم من ايه؟ من بيرنت. كل كروموسوم من ايه؟ من بيرنت. طيب نكمل. عندي حاجة اسمها جين، عندي حاجة اسمها ايه؟ جين. ايه هو الجين؟ اللي هو الجزء ده، ده جين. جين ده كده جين، ده ايه؟ جين. الجزء اللي على الكروموسوم اللي بيحمل معلومات وراثية عن الصفة بتاعتي، اللي هيقول للخلايا أنا لون بشرتي إيه، ده اسمه جين. يبقى الجزء اللي على الكروموسوم اللي بيحمل الجيناتيك انفورميشن اسمه جين. يبقى الجين is a section on a chromosome، هو قطعة على الكروموسوم. يبقى الجين ده عبارة عن إيه؟ a section on chromosome that has genetic information، تمام؟ يبقى تمام. الجين سيكشن اوف كروموسوم، يعني قطعة من الكروموسوم. ثانية يبقى الجين ده عبارة عن سيكشن اوف كروموسوم، قطعة من الكروموسوم ذات هاز، بيكون عليه جيناتيك انفورميشن. بيكون عليه ايه؟ genetic information، يعني معلومات وراثية. A gene might have the information for bee flower colors. ممكن الجين ده
عليه معلومات عن لون زهرة الإيه؟ البازلاء. يبقى الجين ده A section of chromosome، قطعة من الكروموسوم زي ما احنا شايفين كده. has genetic information، لها ايه؟ genetic information for one trait، لصفة ايه؟ لصفة واحدة. لصفة ايه؟ واحدة. الجين might have information for bee flower ايه؟ colors. شايفين كده؟ دي الاي ايه؟ color، ده جين وده جين اهو. جين تمام، جين اهوت وده ايه؟ جين. تمام، يبقى الجين ده عبارة عن ايه؟ قولوا معايا الجين ده عبارة عن ايه؟ قولوا معايا الجين عبارة عن ايه؟ قطعة من الايه؟ من الجينوم Information for بالظبط، bee flower color. ده قطعة من الكروموسوم، section of chromosome، section of ايه؟ of chromosome، has genetic information، بيكون له genetic information. تمام؟ طيب الاي كولر يا مس، هل موجود نسخة واحدة من الجين ولا نسختين؟ لا، موجود نسختين، ادي واحدة ودي واحدة. مش انا قلت لكم اي صفة بيتحكم فيها تو فاكتورز عاملين؟ طيب الاي كولر ديت مش ديت تريت، صفة بيتحكم فيها اتنين فاكتور، واحد واخداه من بابا وواحد واخداه من ماما، ادي التو فاكتور. البلاد تايب، نوع الدم بتاعي، فصيلة الدم بتاعتي، بيتحكم فيها تو فاكتور، واحد من الام وواحد من الاب. الهير كولر، لون الشعر، بيتحكم فيه تو فاكتور، واحد من الفازر واحد من الماذر. الجروس، النمو، تو فاكتور، واحد من الفازر واحد من الايه؟ ومن الماذر. تمام، يبقى الصفات عندي بيتحكم فيها ايه؟ تو فاكتورز، بيتحكم فيها ايه؟ معايا؟ ايوه نعم، ايوه مس. تمام. طيب عندي مصطلح تاني اسمه قليل، اسمه ايه؟ قليل قليل، مش قليل، مش قليل، قليل اسمه ايه؟ قليل اسمه قليل ايه؟ قليل. ايه هو القليل ده؟ قال لك ان انت ذا ديفرنت فورم اوف جين، الصوره الثانيه للجين، ار كولد قليل. ار كولد ايه؟ قليل. ذا ديفرنت فورم اوف جين، الصوره الثانيه للجين بقول عليها قليل. انا قلت لكم الجين لما باخده من ابائي بكون باخد اتنين جين، باخد واحد من ماما وواحد من بابا. يعني مثلا ايه؟ بلو اي، لون العين، امتى عينيا تبقى زرقاء؟ لو انا مثلا خدت من والدي لون العين الازرق ومامتي كمان خدت منها لون العين الازرق، بقول الاثنين قليل زي بعض، صح يا اولاد؟ مش الاثنين زي بعض هم، الاثنين نفس اللون، فكده يظهر عليا اللون الايه؟ الازرق، يظهر على عينيا اللون الايه؟ الازرق، لان الاثنين قليل اللي انا خدتهم ايدنتيكال، الاثنين شبه بعض، خدت من الاب قليل شبه القليل بتاع الايه؟ الام، فبقول عليها ايدنتيكال قليل، ايدنتيكال ايه؟ الليل الليل قليل. تمام، هنا اسمه ايه؟ ديفرنت قليل، اسمه ايه؟ قولوا معايا ديفرنت قليل اسمه ايه؟ ديفرنت الليل مش فاهم ايه الليل ديفرنت قليل؟ لانهم مختلفين، ادي ديفرنت واحد الليل لان عندي قليل للبلو اي وقليل للبراون ايه؟ اي. تمام، واحد للعين الزرقاء، انا خدت من بابايا لون العين الازرق وخدت من مامتي لون العين البني. طب تعتقدوا كده، تعتقدوا كده لون عيني هيبقى ازرق ولا بني؟ مين الشاطر اللي هيقول لي؟ مش انا مش لون بني ازرق. ازرق. مين تاني هيبقى ازرق ولا بني؟ ازرق يا مس طب اللي بيقول ازرق ازرق بيقول ليه، واللي بيقول بني يقول لي ليه؟ لون العين هيكون ازرق ولا بني؟ حد يشرح لي لون العين هيكون ايه؟ ابيض ممكن بني ازرق. لان البني اقوى ايه عرفك ان البني اقوى؟ هو ما ذكرش، ما قالش البني او الازرق، بس انت كلامك صح، تفكيرك صح. انا هيكون عيني اللون الاقوى، هيشوف مين الصفه الاقوى. لو اللون الازرق اقوى دوميننت هيكون لون عيني ازرق، لو اللون البني هو البراون اي، اللون البني هو الدوميننت، هيكون لون عيني ايه؟ بني. تمام، فهمتوا؟ لان هو ما حددليش. تمام، تمام يا مس
تمام. يبقى انا ما اجريش بقى اقول له لا ده انا لون عيني ازرق، ده لون عيني بني. هو ما حددش اصلا، ما قالكش الصفات دي ريسيسيف ولا دوميننت ولا ايه بالظبط. يبقى دي ايدنتيكال قليل، ده قليل فور بلو اي وده قليل فور برو اي، ده قليل فور بلو اي وده قليل فور براون، الاثنين مختلفين، الاثنين ايه؟ الاثنين مختلفين تمام؟ ماشي يا شباب. يبقى ماشي يا القليل ده عبارة عن different form of gene، صورة مختلفة للإيه؟ للجين. بقول عليها قليل. عندي البيربل والوايت، البيربل والوايت دول يعتبروا قليل لبعض. البيربل والوايت، طب هما different قليل ولا identical قليل؟ البيربل والوايت، قولوا معايا، البيربل والوايت دول different different قليل different different مس different different ولا identical ايدنتيكال different. تمام خلاص كده، يبقى هما ايه different. امتى اقول عليهم identical قليل؟ لما يكونوا الاثنين ايه نفس اللون. طيب what control the trait، تمام what control the trait، ايه اللي بيتحكم في التريت، ايه اللي بيتحكم في الصفة؟ عندي الجينوتايب، عندي حاجة اسمها ايه؟ جينوتايب اسمها genotype ايه؟ جينوتايب. genotype The two type alleles that control the phenotype of trait are called genotype. الاتنين قليل اللي بيتحكموا لي في الفينوتايب بقول عليهم جينوتايب. يعني ايه؟ انتوا عندكم حاجتين، حاجة اسمها فينوتايب تمام تمام وحاجه اسمها ايه جينوتايب. الفينوتايب الشكل الخارجي، فينوتايب الشكل الايه الخارجي، الفينوتايب الشكل الايه الخارجي. طب والجينوتايب التركيب اللي هي الايه الفاكتورز، الجينوتايب اللي هو الفاكتورز اللي انا بعلم عليها دي بقول عليها ايه الجينوتايب، بقول عليها ايه الجينوتايب. طيب يبقى التو قليل ذات كنترول، يبقى الجينوتايب عباره عن تو اليل، يعني الاثنين فاكتور، الاثنين ايه فاكتور ذات كنترول فينوتايب اللي بيتحكموا في الايه في الفينوتايب، بيتحكموا ايه في الفينوتايب اوف تري ار كولد جينوتايب. يبقى اللي بيتحكم في الفينوتايب دول هما اثنين اليل عاملين، العاملين دول بقول عليهم جينوتايب، بقول عليهم ايه يا اولاد جينوتايب. طب تعالوا هنا ناخد امثله، انا عايزاكم بس تفرقوا بين فينوتايب وجينوتايب. كلمه فينوتايب شكلي، لما اقول لك مثلا ايه لون بشرتي اسود لون بشرتي ابيض ده فينوتايب، إيه السيد دي تراوند السيد دي رينكل ده فينوتايب. طب لما اتكلم على الجينوتايب لا، ده انا بقول لك على القليل، بقول لك القليل اللي عندي هل هو دوميننت هل هو ريسيسيف وهكذا تمام. الفينوتايب هنا ايه استيد عندكم الفينوتايب يعني الشكل بتاعها، الفينوتايب يعني اللي احنا شايفينه اللي هو الاوبزيرفد تريت، الاوبزيرفد ايه تريت الصفه اللي انا ملاحظاها، الصفه اللي انا ملاحظاها ان هي ايه الفينوتايب قدامكم ايه راوند، الشكل بتاعها ايه راوند راوند. طب هنا الشكل بتاعها ايه الفينوتايب بتاعها ايه، نقول الفينوتايب بقى الفينوتايب هنا ايه رينكلد، الفينوتايب ايه رينكلد يعني معرجه كده او مموجه. طيب الجينوتايب قليل اوف جين، القليل الجينوتايب ده عباره عن القليل، بكتب القليل اللي عندي بتاع الجين، الجين اللي عندي ده القليل بتاعه. انا اتفقت ان انا قلت لكم كل جين ليه اتنين قليل، كل جين ليه اتنين قليل او اتنين فاكتور، ممكن يكونوا دوميننت او ممكن يكونوا ريسيسيف او ممكن يكونوا دوميننت وريسيسيف مع بعض. طيب الراوند سيت ديت، الراوند سيد صفة سائدة، صفة ايه سائدة، احنا درسناها في الجدول اللي فات، صفة دوميننت، صفة ايه دوميننت. فلما تظهر تظهر كده يا اما ايه اركابتال، اركابتال اللي قدامكم ده يكون ايه راوند، يكون ايه راوند، يا اما اركابتال ار سمول، اركابتال ار ايه سمول، ديت راوند وديت راوند، الاثنين ايه راوند.
هي مثل الاثنين راوند، لان فيهم صفه ايه؟ قولوا معايا الصفه دي ايه؟ ليه انا قلت على الاثنين راوند؟ ليه الاثنين راوند يا شطار؟ مين عارف؟ ليه قلت على دي راوند وقلت على دي راوند؟ لان الار مثلا دي انا بعرف قولي لانه الار اكبر اكبر من الار، يعني اقوى من الار الصغيرة، فيعني هي اللي يعني عطلت اكتر. برافو، هي اللي هي الدوميننت، هي الايه الدوميننت، هي الايه بنقولوا عليها الدوميننت، الاقوى ده بنقولوا عليه ايه الدوميننت، لان الار كابيتال هي الاقوى، هنا الاثنين زي بعض كابيتال، هنا الصفه كلها دوميننت، فبالتالي هيظهر اللون الراوند، هنا واحد دوميننت وواحد ريسيسيف، اتفقنا؟ لما يبقى معايا واحد قوي ومع حرف كابيتال ومعاه حرف السمول بيلغيه خالص، يبقى هنا الصفه اللي ظهرت عندي ان هو ايه، ان هو دوميننت، ان هو ايه دوميننت، تمام. طيب فاضل لنا ايه تاني؟ بسم الله كده خدناهم دول. في مصطلحين تانيين هشرحهم لكم او كلمتين جداد، احنا خدنا كلمة فينو تايب وكلمة ايه جينو تايب، فينو تايب وايه، قولوا معايا التانية اسمها ايه؟ جينوتايب. جينو تايب. عندي كلمتين تانيين، كلمة اسمها هوموجيجاس وهيتروجيجاس، كلمة اسمها ايه؟ قولوا معايا دي اسمها ايه؟ هوموجيجاس، قولوا معايا هوموجيجاس اسمها ايه؟ هوموجيكا هوموجيجاس، ودي اسمها هيتروجيجاس، اسمها ايه؟ هيتروجيجاس، هيتروجيك. هيتروجيجاس، هيتروجيجاس، يبقى عندي هوموجيجاس وهيتروجيجاس، يعني ايه؟ امتى اقول على القليل اللي عندي ان هم هوموجيجاس اللي هو الجينوتايب، وامتى اقول عليه ان هو هيتروجيجاس؟ اقول عليه هوموجيجاس لو الاثنين شبه بعض، لو الحرفين شبه بعض سواء كابيتال او سمول عادي، المهم ان الاثنين شبه ايه بعض. اقول عليه هيتروجيزك هيتروجيجاس لو الاثنين مختلفين، اسمه هيتروجيجاس، اسمه ايه هيتروجيجاس. يعني أنا مثلا لو عندي إيه كابتل إيه كابتل، ده هيموجيجاس ولا هيتروجيجاس؟ هيموجيكا هيموجيجاس، هيموجيجاس. طب لو عندي هيتروجيكا هيموجيجاس، طب لو عندي إتش كابتل إتش كابتل، هيتروجيكا هيموجيجاس ولا هيتروجيكاس؟ هيتروجيكا الاثنين شبه بعض، طالما الاثنين شبه بعض يبقى اسمه ايه؟ هيتروجيكا هوموجيجاس، يبقى اسمه ايه؟ قولوا معايا هيتروجيكا اسمه هوموجيجاس، اسمه ايه؟ هوموجيجاس هوموجيجاس اسمه ايه؟ هوموجيجاس يبقى يبقوا الاثنين شبه بعض اسمه هوموجيجاس، اسمه ايه؟ هوموجيجاس، هوموجيجاس اسمه ايه؟ هوموجيجاس، تمام. طيب لو الاثنين مختلفين اسمه ايه؟ هيتروجيجاس. اثنين مختلفين ازاي كده؟ كده يبقى ايه؟ بقول عليه ايه؟ ده اقول عليه هوموجيكس ولا هيتروجيكس؟ ار كابيتال ار سمول واتش كابيتال اتش سمول، اقول عليه ايه؟ هوموجيكس ولا هيتروجيكس؟ يلا قولوا معايا انتوا شايفينه ايه؟ الاثنين دول مختلفين ولا الاثنين دول مختلفين ولا متشابهين؟ ردوا معايا، دول متشابهين ولا مختلفين؟ متشابهين يا سلام، هي دي ار كابيتال ودي ار سمول، انا قصدي مختلفين بالمختلفين، امتى يكونوا متشابهين؟ لما يبقوا الاثنين كابيتال او الاثنين سمول. دلوقتي الاثنين كابيتال او الاثنين سمول، كده واحده كابيتال واحده سمول، يبقوا مختلفين. كلمه هيتروجيجاس يعني مختلفين، هيتروجيجاس، يبقى لما يبقوا الاثنين مختلفين كده اقول عليها هيتروجيجاس، اقول عليها ايه هيتروجيجاس، اما التو قليل يكونوا مختلفين، تو قليل شبه بعض اقول عليها هوموجيجاس، اقول عليها ايه هيموجيجاس،
يبقى ده كده اسمه هوموجيجس. طب الحروف اللي قدامي دي دوميننت ولا ريسيسيف؟ ده وده دوميننت ولا ريسيسيف؟ اللي انا حاطه الماوس عليهم دول دوميننت ولا ريسيسيف؟ دوميننت ريسيسيف. لا دوميننت. اللي قالت ريسيسيف مين عشان افهمها؟ لما يبقى عندك كابيتال يبقى دوميننت، لما يبقى عندك حروف كابيتال تبقى دوميننت. امتى تقولي ريسيسيف؟ امتى يا حبيبتي تقولي ريسيسيف؟ لما يبقى عندك سمول. ايه سمول؟ ايه سمول؟ لما يبقى عندك حروف سمول. ايه سمول؟ ايه سمول؟ اتش سمول، اتش سمول. يا ولاد الدوميننت بيتكتب حروف كابيتال، الدوميننت بيتكتب حروف ايه؟ كابيتال. الريسيسيف بيتكتب حروف سمول، الريسيسيف بيتكتب حروف ايه؟ حروف سمول. تمام. يبقى انا لما يبقى عندي الاثنين شبه بعض كده تمام بقول عليهم هوموجيكس، بقول عليهم ايه؟ هوموجيكس. طب لو الاثنين مختلفين عن بعض اقول عليهم ايه؟ هيتروجيكس. الاثنين دول اقول عليهم ايه؟ هيتروجيكال هيتروجيكس. اقول عليهم ايه؟ هيتروجيكس. اقول عليهم ايه؟ هيتروجيكس. يبقى راوند سيد كان هاف تو جينوتايب. الراوند سيد ديت اتفقنا ان الراوند ديت هي الايه؟ الدوميننت. الراوند دي هي الايه؟ الدوميننت. فالراوند ممكن يكون ليها اتنين جينوتايب. اتنين ايه؟ جينوتايب. ايه هما الجينوتايب؟ ار كابيتال، ار كابيتال، او ار كابيتال ار سمول. لان هي دوميننت سائده، فالاتنين مع بعض دول بيظهروا الصفه الايه؟ الدوميننت اللي هي الراوند. وهنا واحد دوميننت راوند وواحد ريسيسيف رينكلد. بس الصفه اللي هتظهر هنا ايه؟ الصفة اللي هتظهر تحت ايه؟ مين هيقول لي الصفة هنا ايه؟ محدش بيرد عليا. الاركابتا الار سمول. الصفة اللي هتظهر الدوميننت ولا الريسيسيف؟ رسيزم الريسيسيف. دومينانت مين اللي رسيزم مش العرب بص يا حارس، انت عندك اركابتا، عندك يا حارس ار كابيتال ار سمول. ار كابيتال، ار كابيتال، وار سمول. مين الصفه الدوميننت يا حارس ومين الريسيسيف؟ قول لي الحرف بتاع الدوميننت والحرف بتاع الريسيسيف. مش الدومينيز اللي فوق لا اهنو البيت الار كابيتال ولا الار سمول؟ ركز معايا بس، انا بقول لك الدوميننت هنا. الار كابيتال ولا الار سمول؟ كابيتال مش كابيتال كابيتال. طب والار سمول؟ رسيزم والار سمول ايه؟ رسيزم يمس ريسيسيف. تمام. يبقى الصفه اللي هتظهر عندك في ده سواء كان نبات او بذره او اي حاجه، الصفه اللي هتظهر اهنو بتاعه الدوميننت ولا بتاعه الريسيسيف؟ هو كده بيحتوي على الاثنين، بيحتوي على الدوميننت والريسيسيف. الجينوتايب بتاعه التو فاكتورز بتاعه، واحد فاكتور دوميننت وواحد فاكتور ريسيسيف. الصفة اللي هتظهر هنا ايه؟ الدوميننت ولا الريسيسيف؟ السؤال ليك برضه. مش الدوميننت الدوميننت الصفة اللي هتظهر الدوميننت لان هي الاقوى. انت بقى لما انا سألت انت قلت اللي هتظهر الصفة الايه؟ الريسيسيف. لا لما يبقوا الاثنين مختلفين كده قلت لكم الصفة الدوميننت اللي بتظهر. امتى الصفة الريسيسيف اللي بتظهر؟ لما يبقوا الاثنين متجمعين مع بعض كده، لما تبقى ار سمول، ار سمول. لما تبقى ايه؟ ار سمول. ايه؟ ار سمول. تمام. اراوند سيت كان هاف تو جينوتايب. الراوند سيت لها اتنين ايه؟ لها اتنين جينوتايب، يا اما تتكتب ار كابيتال ار كابيتال، يا اما الار كابيتال ار سمول. كده ادي جينوتايب اهو وادي جينوتايب. ده بقول عليه هوموجيجاس يعني متشابه. هوموجيجاس الاثنين شبه بعض، بقول عليه هوموجيجاس دوميننت، بقول عليه هوموجيجاس ايه؟ دوميننت. ليه هوموجيجاس يا شباب؟ لان الاثنين شبه بعض قلت هوموجيجاس. طب ليه قلت دوميننت؟ لان الاثنين سائدين يبقى هوموجيجاس دوميننت. طيب ده هيتروجيجاس، ده ايه؟ هيتروجيجاس. ما اقولش بقى لا دوميننت ولا ريسيسيف لان هو في الاثنين، اقول له هيتروجيجاس وخلاص. هيتروجيجاس يعني الاثنين ايه؟ مختلفين. طيب الاخير ده اسمه ايه؟
الاخير ده اسمه هيموجيجس ولا هيتروجيجس؟ الاثنين ار كابيتال ايه، ار سمول ار سمول، يبقى عباره عن ايه؟ هوموجيجس ولا هيتروجيجس؟ ار سمول ار سمول. هتركي ليه هيتروجيجس؟ اللي بتقول لي هيتروجيجس، كلمه هيتروجيجس يا اولاد اقولها لما يبقوا الحرفين مختلفين، كلمه هوموجيجس لما يبقوا الحرفين شبه بعض. انت عندك الاثنين شبه بعض، ار سمول ار سمول، يبقى هيتروجيجس ولا هوموجيجس؟ هوموجيكاس تمام، يبقوا ايه؟ هوموجيجاس. يبقى لما يبقى ار سمول ار سمول يبقوا ايه؟ هوموجيجاس. يبقوا ايه؟ هوموجيجاس. يبقى الرينكل بتبقى هوموجيجاس. اقول عليها بقى في الحاله دي هوموجيجاس دوميننت ولا هوموجيجاس ريسيسيف؟ ردوا عليا، هوموجيجاس دوميننت ولا هوموجيجاس ريسيسيف؟ عندكم ار سمول ار سمول، يبقى هتقولوا هوموجيجاس دوميننت ولا ريسيسيف؟ ار سمول ار سمول، الحرفين دول قدامكم دوميننت ولا ريسيسيف؟ رصاصة ريسيسيف. يبقى انا اقول هوموجيجاس ريسيسيف، هوموجيجاس الاثنين هوموجيجاس، طالما الاثنين شبه بعض اقول هوموجيجاس ريسيسيف. طب لو الاثنين كابتال، لو الاثنين كابتال اقول هوموجيجاس دوميننت. يبقى لو الاثنين كابتال هوموجيجاس دوميننت، لو الاثنين ريسيسيف هوموجيجاس ريسيسيف، لو كل واحد لوحده كده مختلف اقول هيتروجيكس وخلاص، اقول هيتروجيكس واسكت. تمام، يبقى الراوند سي دي اقفلوا المايك. الراوند سي دي عباره عن هوموجيكس دوميننت او ايه، او هيتروجيكس، عشان هي كلمه راوند يعني صفه سائده، صفه سائده عندي او الدوميننت اللي هي الايه الراوند. فانا لما اجي اكونها يا اما تبقى ار كابيتال ار كابيتال او ار كابيتال ار سمول. طب الرينكلد امتى اقول رينكلد؟ لما تبقى ايه؟ هوموجيجاس ريسيسيف. يعني ايه هوموجيجاس ريسيسيف؟ يعني ار سمول ار سمول ار سمول، ايه ار سمول دي بقول عليها ايه؟ هوموجيجاس ريسيسيف، لان الاثنين شبه بعض، وعشان كده قلت كلمه هوموجيجاس والاثنين ايه؟ ريسيسيف. تمام؟ شايفين؟ اما يبقى ار كابيتال ار كابيتال اقول عليها ايه؟ هوموجيجاس. ار سمول ار سمول اقول عليها ايه؟ هوموجيجاس اقول عليها ايه؟ هوموجيجاس. تمام، طيب لو ار كابيتال ار سمول، لو ار كابيتال ار سمول اقول عليها ايه؟ هيتروجيجاس اقول عليها ايه؟ هيتروجيجاس. اسمه ايه؟ هيتروجيجاس. يبقى لما يكون التو قليل، وين ذا تو قليل اوف جين ار سيم، لما يكون التو قليل العاملين اللي عندي نفسهم، يبقى الجينوتايب از ايه؟ هوموجيجاس. الجينوتايب اللي عندك تقولي عليه ايه؟ هوموجيجاس. ده كده الشكل ده كده كله اسمه جينوتايب، ده كده كله اسمه ايه؟ جينوتايب. لما يكونوا الحرفين شبه بعض يبقى الجينوتايب ده اقول عليه هوموجيجاس، اقول عليه ايه؟ هوموجيجاس، متشابه. لما يكون التو قليل اوف جين ديفرنت، التو قليل اوف جين ديفرنت، يبقى الجينوتايب بقول عليه ايه؟ هيتروجيجاس. بقول عليه ايه؟ هيتروجيجاس. تمام كده خلصنا، وابعت لكم التسجيل. يلا مع السلامه. مع السلامة.